أهلا أهلا حاج، تفضل حاج محمد رادع. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن سوف نقطع اليد التي ستمتد على سعد. قطعت الهم بضيافتنا سعد يا حاج محمد. ستقطع اليد اللي بتمتد عليك. سنقطع اليد التي ستمتد على سعد. لا هو ما عم يحكي هيك، هو عم يقول انه من الاعداء، من العدو الصهيوني، هيك عم بيقولوا، من العدو الاسرائيلي. هو بدنا نقطع اليد اللي تمتد على كل مواطن بحب سعد، كلهم بحبوني يعني. شكرا معالي سعادة النائب. سعادة النائب حاج محمد رعد. حاج محمد رعد، انا اود في هذه المداخلة ان اسأل ما رأي الاخ سعد في اعتلائه كرسي نيابي في صفوفنا، صفوف المقاومة، اذا ما حصلت الانتخابات النيابية في موعدها بعد التمديد للتمديد. لا انا بفضل انه ما افوت بالعمل السياسي، بضلني بالعمل الفني، لانه بعتبر حالي انه انا عم طالب يعني بساعد زملاء الفنانين بمسيرتهم الفنيه، وبطالب بحقوقهم اكثر. بالمجلس النيابي بضلني مكربج ضمن الكتل وضمن هيدا، ما بقدر بعمل شيء يعني. بقول قبل ما اكون بالمجلس بقول بدي اعمل، بدي كسر، بدي طبش، بس فوت على هيدا صح كثير هيك.